للملعب، عدم استعمال الليزر في اتجاه الحارس، خرجة وساف، هدف تعادل. هدف التعادل الذي بإمكانه يعطي متنفس للاعب المنتخب الوطني، حيث أن الهدف ديال تسلمي كانوا التعادل بشكل كبير، الجمهور ظل مساندا وتمكن المنتخب الوطني من اصطياد ضربة الجزاء، نفذها بكل ذكاء حسين خرجة وهدف التعادل. إذا التعادل بين المنتخب الوطني المغربي ومنتخب كوت ديفوار على بعد 4 دقائق من نهاية الشوط الأول. سالمو كارو، حسين خرجة،